السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعافية وأفضل حال إن شاء الله. عدنا وإياكم بدرس جديد من دروس القراءة العربية. معاكم أستاذ شهلا شهيد، معلمة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي من مركز تنمية الإبداع الدولي. شكري وتقديري لعباقرة اللغة العربية الذين قاموا بإنجاز الواجب. درسنا لهذا اليوم يتحدث عن الفصول الأربعة، هيا معي لنقرأ الدرس. بين الفصول الأربعة. حضرت فصول العام مجلسا من مجالس الأدب بمشهد من ذوي البلاغة، فقام كل منها يعرب عن نفسه ويفتخر على أبناء جنسه، فقال الربيع: أنا شاب الزمان وروح الحيوان، أنا حياة النفوس ونزهة الأبصار، أيامي كلها أعياد ومواسم، فيها يظهر النبات وتفيض عيون الأنهار ويعتدل الليل والنهار، ما أجمل نجوم ليلي وما أبدع شمس نهاري وألطف هوائي، بي تحمر من الورد خدوده ويخضر الريحان وتخرج الخبايا من الزوايا، ويبتسم ثغر الإقحوان قائلا: إن هذا الربيع شيء عجيب، تضحك الأرض من بكاء السماء، ذهب حيثما ذهبنا ودر حيث درنا وفضة في الفضاء. فلما انتهى من فخره قام الصيف يعارضه فقال: أنا الصاحب الموافق والصديق الصادق، أجتهد في مصلحة الأصحاب وأرفع عنهم كلفة حمل الثياب، وأخفف أثقالهم وأوفر أموالهم وأجزل لهم المعونة، بي يزهو الرطب وينضج العنب وينعقد حب الرمان، الرزق مقسوم في أيامي والخير موجود في زماني. فقام الخريف وقال: أنا سائق الغيوم وهازم السموم، في أيامي تقطف الثمار وتصفو الأنهار ويترقرق دمع العيون ويتكون ورق الغصون، وتقدم الأطيار مغردة ورافلة في ريشها الجميل، بي تطيب الأوقات وتحصل اللذات وترق النسمات وتسكن حرارة القلوب ويكثر أنواع المطعوم والمشروب. قال ابن حبيب: إن فصل الخريف وافي إلينا يتهادى في حليه كالعروس، غيره كان للعيون ربيعا وهو ما بيننا ربيع النفوس. فلما فرغ الخريف من مباهاته بنفسه انتصب الشتاء قائلا: أنا شيخ الجماعة وصاحب البضاعة والمقابل بالسمع والطاعة، أجمع شمل الأصحاب وأسبل عليهم الحجاب وأتحفهم بالطعام والشراب، إحساني معروف وخيري موصوف وثماري دانية القطوف، أيامي وجيزة وأوقاتي عزيزة ومجالسي معمورة بذوي السيادة مغمورة بالخير والسعادة، مناقلها تلمع بذهب اللهب
وأحاديثها تأتي بكل عجب. ولما انتهى كل واحد من مقاله وانتهى من شرح حاله، أخذ الجماعة الطرب وعم السرور وانشرحت الصدور، وكل من الفصول عدد صفاته ولم يكن كاذبا. وماذا يعيب المرء في مدح نفسه إذا لم يكن في قوله بكذوب؟ خلق الله سبحانه وتعالى الحياة في تغيير مستمر، وجعل الجو من متغيرات الحياة أيضا، حيث جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة أربعة فصول. قسمت هذه الفصول على السنة، حيث جعل لكل فصل ثلاثة أشهر، وأن السنة 12 شهرا، فإن لكل فصل منها ثلاثة شهور. الفصول هي فصل الصيف والشتاء والربيع والخريف. لكل فصل من هذه الفصول ميزة خاصة به تختلف عن الفصل الذي سبقها أو الفصل الذي يأتي بعدها. يبدأ فصل الربيع ليعلن نهاية فصل الشتاء والرياح والأمطار. يمتاز هذا الفصل بكونه تتفتح فيه الأزهار وتنضج الثمار، مما يجعله فصل جميل يمكن أن يستمتع الإنسان بالطبيعة المتميزة في هذا الفصل. إذن إن فصل الربيع يأتي بعد فصل الشتاء، وهو من أفضل وأحب الفصول إلى الإنسان. إذن في فصل الربيع يكون الجو معتدلا جميلا، تفقس الطيور وتلد الحيوانات وتزهر النباتات وتورق الأشجار. يبدأ فصل الصيف بعد نهاية فصل الربيع، يكون هذا الفصل فصل النشاط واللعب، وفصل العمل الجاد للإنسان والحيوانات مثل النمل والنحل لتجمع قوتها لفصل الشتاء. تكون درجة الحرارة في هذا الفصل عالية جدا، تكبر الحيوانات الصغيرة في هذا الفصل وتنضج الكثير من الثمار. فصل الخريف يأتي هذا الفصل بعد فصل الصيف، تبدأ درجة الحرارة بانخفاض تدريجيا، يكون مرة ممطر ومرة حار، تبدأ أوراق الأشجار فيه بالسقوط لتظهر أوراق جديدة في فصل آخر. يسمى هذا الفصل بالفصل الوسيط، لماذا؟ لأنه يأخذ القليل من ميزات الفصول الأخرى، يعني يأخذ قليل من ميزات فصل الصيف وفصل الربيع وفصل الشتاء. يسمى هذا الفصل بالفصل الوسيط، حيث يتساوى فيه الليل والنهار وتتساوى فيه درجات الحرارة. في فصل الخريف تشتد الرياح فيه، تهاجر بعض الطيور والحيوانات إلى مناطق أخرى، وتبدأ أوراق الأشجار بالتساقط. ثم يأتي فصل الشتاء بعد فصل الخريف، يكون الجو بارد جدا في هذا الفصل، نلبس ملابس ثقيلة، يكون النهار قصير والليل طويل، وتكون السماء ملبدة بالغيوم والمطر كثير، وكثيرا ما يسقط الثلج في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج والأمطار، تحصل الحيوانات على غذائها بصعوبة، وتتساقط أيضا أوراق الأشجار. لكن فصل الشتاء جميل جدا. هاي التلاميذ لنقرأ معاني المفردات. مشهد محضر، يعرب يبين أو يعبر. مواسم مجتمعات الناس، واحدها موسم أي بمعنى الأعياد. الخبايا ما مخبوء في الأرض من النبات. أجزل أكثر، يزهو يبدو جميلا. السموم الريح الحارة، رافلة في ريشها كثيرة الريش. يتهادى يمشي مزهوا متبخترا. مباهاته فخره، وأسبل أغطي. هذه هي معاني المفردات، هيا معي لنقوم بحل الحوار. النقطة الأولى، ما الفصول الأربعة؟ الفصول الأربعة الشتاء والربيع والصيف والخريف. دونوا معي أجوبة الحوار في دفتر القراءة العربية. بما افتخر فصل الربيع؟ افتخر فصل الربيع بنفسه قائلا: إن هذا الربيع شيء عجيب، تضحك الأرض من بكاء السماء.
ذهب حيثما ذهبنا، ودر حيث درنا، وفضة من الفضاء. هكذا افتخر فصل الربيع بنفسه. هل أنكر الصيف على الربيع محاسنه؟ كلا، لم ينكر الصيف على الربيع محاسنه، إنما قال: أنا الصاحب الموافق والصديق الصادق، أجتهد في مصلحة الأصحاب، وأرفع عنهم كلفة حمل الثياب، وأخفف أثقالهم، وأوفر أموالهم، وأجزل لهم المعونة. هكذا قال فصل الصيف. ما المحاسن التي ادعاها الربيع لنفسه؟ لنفسه قال: أنا شاب الزمان وروح الحيوان، أنا حياة النفوس ونزهة الأبصار، أيامي كلها أعياد ومواسم، فيها يظهر النبات وتفيض عيون الأنهار. هكذا ذكر فصل الربيع محاسنه. النقطة التي تليها: بما افتخر الخريف؟ ويعني تكملة النقطة: بماذا يتميز الشتاء عن بقية الفصول؟ بما افتخر الخريف؟ قال: أنا سائق الغيوم وهازم السموم، في أيامي تقطف الثمار وتصفو الأنهار. هكذا ذكر فصل الخريف نفسه مفتخرا بها. بماذا يتميز الشتاء عن بقية الفصول؟ يتميز الشتاء بأنه تسقط فيه الأمطار، وتكون درجة الحرارة منخفضة، وتسقط الثلوج يعني في بعض المناطق ومنها الشمالية، ويرتدي الإنسان الملابس الثقيلة. من الناس من يحبون النقطة الثانية، من الناس من يحبون الفصول الأربعة كلها. ما سبب ذلك؟ وذلك لأن لكل فصل جمالية خاصة به، فيحب الناس الفصول الأربعة. معي أبناء التلاميذ لنقوم بحل التدريب. لاحظ حروف الجر الآتية: من، إلى، عن، في، على، الباء، الكاف، اللام. هذه الحروف تجر الأسماء اللي بعدها. إذن ذكرت لكم في درس سابق وأخذنا حروف الجر المن والإلى، وقلنا إن حروف الجر تجر الأسماء التي تليها. بماذا تجر الأسماء التي تليها؟ تجر الأسماء التي تليها بالكسرة. إذن علامة الجر هي الكسرة فقط. لكن إذا كانت الكلمة نكرة غير معرفة، ماذا نضع؟ نضع تنوين الكسر أسفل الكلمة. كما قلت لكم سابقا: نسير من شارع، نضع تنوين الكسر. لكن إذا قلنا الشارعي، من الشارعي، نضع كسرة فقط. نكمل حل التدريب. أتمم كل جملة من الجمل، من الجمل، هنا حرف جر واسم مجرور، التالية بوضع حرف جر ملائم في المكان الخالي. إذن حروف الجر هي ليست من وإلى، وإنما توجد حروف جر ثانية، وهذه هي التي أمامكم. أولا: فقام كل منهم يعرب عن نفسه ويفتخر على أبناء جنسه. إذن عن وعلى. النقطة الثانية: الخير موجود في زماني. إذن حرف الجر في، الخير موجود في زماني. النقطة الثالثة: ومجالسي معمورة بذوي السيادة. ومجالسي معمورة بحرف الجر با، بذوي السيادة. فلما فرغ الخريف من مباهاته بنفسه، هنا حرف الجر من، فلما فرغ الخريف من مباهاته بنفسه. النقطة الأخرى: غيره كان فراغ في، نضع حرف الجر في، العيون ربيعا. النقطة التي تليها: يلمع اللهب في المناقل، حرف الجر كاف، أحسنتم، كالذهب. والنقطة الأخيرة: سار بعضهم إلى بعض مهنئا. هكذا يكون حل التدريب، وذكر عدد من حروف الجر. الواجب يكون كالآتي: كتابة الدرس مرة واحدة في دفتر القراءة العربية، وكتابة الحوار أيضا، وكتابة التدريب وحل التدريب.
وذكر حروف الجر. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا درس اليوم، ألتقي وإياكم في درس آخر إن شاء الله، مع السلامة.